ننتقل مع حضراتكم من حي الأسمرات نروح لمحافظة الإسماعيلية. تفقد هناك مراقبون دوليون 5 لجان انتخابية بالقنطرة غرب، وهي لجنة مدرسة القنطرة غرب التجريبية للغات، ولجنة مدرسة يسري الشعراوي الثانوية، ولجنة معهد القنطرة غرب للبنين، ولجنة مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية، ولجنة معهد القنطرة غرب للبنات، وده لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ. أشاد المراقبون بحسن تنظيم إجراء العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية والجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لتأمين الانتخابات وتوفير الرعاية والوقاية للناخبين خارج وداخل اللجان، مؤكدين التزام جميع عملية العناصر الانتخابية المختلفة دون وجود خروقات بتعوق سرها.